المجال الثقافي او الحقل الثقافي في المغرب الان كيعيش واحد المخاض اللي ربما ما عرفناش شنو غادي يعطي من بعد، لانه كانت اشياء كثيره ما كتقالش وكانت اشياء مسكوت عنها. الان كنعرفوا واحد التأجج اللي يعني مجموعه من المجالات الثقافيه يعني بدات كتعبر، وحنا كنعرفوا بانه التأجج دائما كيخلق ردود افعال سواء لصالح او لضد يعني هذا. بالنسبه لي انا هو يعني ما تعرفه الساحه الثقافيه حاليا وايجابي، ولو انه ردود افعال عنيفه لان هي مساله عاديه، فكل جديد هو يعني الانسان طبيعته يعني كيخاف من الجديد، يعني الانسان بشكل عام يعني كيبغي الوقت باش يتاقلم مع الجديد. اللي انا في نظري يعني مهم جدا هو يعني الا بغينا يعني واحد الاقلاع ثقافي فهو خصو يكون اقلاع عام، لانه ما يمكنش الفن انه او مجال فني محدد او مجال ثقافي محدد يعني يوقف راسه، لانه الفن بصفه عامه يعني خصو يكمل بعضه. يعني الا كانت عندي ثقافه الشعر غتكون عندي ثقافه النحت، غتكون عندي ثقافه التشكيل، غتكون عندي ثقافه المسرح، ثقافه السينما، وهنا ربما يعني غادي نوصلوا لهذاك يعني القضيه اللي تكلمنا عليها قبيله ديال الازعاج. ما غيوليش ازعاج، غيولي نقاش، لان الازعاج هو مفهوم قدحي. يعني احنا في حاجه الى اعمال ثقافيه تثير النقاش، تخلق المعنى وتكون يعني انا بالنسبه لي الفن هو اداه للتفكير داخل واحد القالب استيتيقي معين. فهنا في حاجه لهذا النوع من الثقافات من الفنون اللي ممكن تدير اقلاع مجتمعي.